تعال معاي وتخيل انك ماشي بوسط منطقة زراعية بليلة حلوة تحت النجوم، اصوات الحشرات كذي بالليل، صوت الضفادع، وفجأة تسمع صوت حلو قاعد يناديك من بعيد باسمك، وبدون ما تحس غصبا عليك تمشي ورا هالصوت وتلحقه لغاية ما توصل عند بحيرة، وبوسط هالبحيرة راح تشوف بنت وايد حلوة وتقول لك تعال بكلمك. وقبل اخر خطوة لك من انك تدخل داخل هالبحيرة فجأة يمر واحد وحط ايده على كتفك ويصحيك من اللي انت فيه، وبهال لحظة راح تسمع هالبنت تقول لك أنقذك مني هالمرة، بس المرة الجاية ما راح يقدر. قصتنا اليوم عن هالبنت واللي اسمها النداهة. النداهة بنت وايد حلوة وتطلع دايما بالليل وتنادي على ضحاياها الرجال، ما تدور إلا الريايل. يقول لك صوتها وايد حلو، واللي يسمع صوتها وهي قاعدة تنادي عقله يطير ويصير مينون، وبدون لا يحس بنفسه راح يمشي وراها الصوت. وبمجرد ما تنادي الشخص باسمه واللي هي تكون عارفته عدل، يبدأ الريال بالاستجابة لها ويروح لها بدون لا يحس بنفسه. ولما يوصل عندها تطلب منه الزواج وإنه يروح يعيش معاها بعالمها السفلي، فإذا وافق راح يختفي من عالم البشر، أما إذا رفض فراح يلقون جثته ميت عند واحد من مصارف المي، يعني عند المجاري. يعني يا اما توافق وتروح معاها بعالمها السفلي، يا اما تنقط بالمجاري، عاد انت اختار، يا المجاري يا هي، كيفك. ويقول لك في حالات نادره الشخص يختفي ويرجع يظهر مره ثانيه، لكن راح يرجع وهو مينون، عقله مو معاه، ما يندرى شنو شايف، شنو مسويه فيه. المهم انه اذا راح معاها ورجع حي راح يرجع مينون. وفي مرات قليله تظهر حق الريايل لكن بدون ما تنادي اسمائهم، بهالحاله الريال راح ينجو من الموت او الاختفاء، لكن راح يظل عايش طول حياته وهو مينون من كثر ما هي جميلة، وراح تحوشه هلاوس بصرية وسمعية، راح يقعد طول الوقت مهلوس يسمع أشياء ويشوف أشياء غريبة، ويكون عايش بين أهله وبين أفراد أسرته بس بجسمه وعقله مو معاهم، يعني مجرد جسم بدون روح وعقل. عقله راح يكون دائما مع النداهة وبعالمها، لو بعد راح يسوي أشياء غريبة، راح تلاقونه يطلع يتمشى بروحه بالليل، يدخل مزارع مهجورة، يروح يتمشى بين البحيرات. كل هذا يسويه علشان يحاول إنه يلاقيها، لأنه شافها مرة وحده ومو قادر ينساها، فيظل طول عمره يدور عليها لغاية ما يجي ليوم يطلع فيه من البيت بدون رجعة. ربعنا يشوفون واحدة بالشارع ما يعرفها ولا تعرفها، يلحقها من مكان لمكان، هالمرة حلوة وتنادي باسمه من أمك اليوم بيطلع يدور عليها. النداهة تعتبر من أكبر الأساطير المشهورة اللي يؤمن فيها الريف المصري، وهم راح نلاقيها بعدد من الدول الغربية لكن مع اختلاف التسمية، ونلقى دائما هالأسطورة منتشرة في أماكن التجمعات الزراعية أو الأماكن اللي دائما يكون فيها بحيرات ومصارف ماي، ودائما تطلع بالليل، يعني ما تطلع حق الناس بالنهار، شغلها دائما بالليل. وكثير من الناس اختلفوا على هويتها، في ناس قالوا انها من الجن ومو من عالم البشر، لكن الاغلبيه يقولون انها شخصيه حقيقيه وما حد يعرف من تكون وشنو هويتها. ويقولون انها بنت مجهوله وانقتلت بطريقه بشعه على ايد واحد من السفاحين، ويستشهدون الناس اللي يقولون هالكلام على صحه روايتهم بحادثه صارت سنه 1850 باحدى القرى المصريه، واللي ترجع احداثها حق بنت وايد حلوه لقوها بيوم من الايام مقتوله ومشوهه، وليومنا هذا ما يدرون من هو الجاني او القاتل. فعلشان كذي هي تطلع بالليل وتحاول انها تنتقم، مع ان الروايات اختلفت ما بين ان النداهة من عالم الجن او عالم البشر، الا ان الكل اتفق على شكلها، فالكل يقول انها وايد جميلة وعيونها وايد حلوة وتلبس ثوب ابيض. يلا شباب قام حظكم، يلا ان شاء الله اليوم النداهة تطلع لكم كلكم حلوة، ما تبون واحدة حلوة؟ والله انا ابي لكم الخير، انتم كيفكم. وهم من صفاتها انها تقدر ترتفع عن الارض، يعني تقدر تطير، فعلشان كذي هي تنتقل من مكان لمكان بسرعة علشان تتصيد ضحاياها. وما تطلع إلا بثلاث أماكن: الحقول والأراضي الزراعية، المصارف المائية اللي هي المجاري، والترع. الترع هي البحيرات الصغيرة بس بالمصري. وبفترة من الفترات استغلوا القتلة والسفاحين كلام الناس وإيمانهم قصة النداهة، طبعا علشان يخفون جرائمهم، فالقاتل هني وبهالمناطق اللي قلت لكم عنها سهل عنده أنه يخفي جريمته، يذبح أي أحد ويقول حق الناس أن النداهة هي اللي ذبحته. ومن كثر ما كانوا الناس مصدقين هالأسطورة، تخيلوا أن أغلب المحققين في المناطق الريفية المصرية كانوا ينسبون الجرائم حق النداهة، يعني تخيلوا محقق وشرطي وريال فاهم يعني، وينسب جريمة حق النداهة. ومعروف بالريف المصري وايد تنتشر جرائم الثار، هالقبيلة عندهم ثار مع هالقبيلة، وهذيل عندهم ثار مع هذيلة، فكانوا ينسبون موضوع النداهة حق أغلب جرائمهم، يعني واحد عنده ثار عند عائلة معينة يروح يذبح واحد منهم فينسبون قتله حق النداهة، يقولون أن النداهة هي اللي ذبحته، وهني يطلع منها القاتل، وكانوا الناس فعلا يصدقون هالشيء. وأحب أقول لكم أن موضوع النداهة مو بس موجود بمصر، موجود في أغلب الدول العربية
العربية والأجنبية بعد. عندنا مثلا أم الدويس أو أم دويس، وهذه موجودة في منطقة الخليج العربي وتحديدا في الإمارات، وفي ناس يسمونها أم الصبيان، هم تقول أسطورتها أنها وايد حلوة وبس تطلع حق ريايل. إيش فيهم الينان وبس يطلعوا لنا إحنا؟ ليش ما في يني يطلع حق الحريم؟ والله إحنا مظلومين. المهم يقول لك إن أم دويس هذه أو أم الصبيان تطلع حق ريايل بالخليج بس بالليل، وبالذات الريايل المتزوجين، وكانت تغريهم وتاخذهم معاها، ولما توديهم حق مكانها هناك تذبحهم. ويقول لك إنه ما كانت تذبحهم وبس، كانت تقطع أجسامهم وتطبخهم وتاكلهم. ليش؟ لأنهم خانوا حريمهم. ريايل المتزوجين ديروا بالكم من أم دويس، يا ويلكم. وفي كلام يقول ان اسطورة ام دويس او ام صبيان هذه طلعوها الحريم في الامارات او في الخليج العربي علشان يخوفون ريايلهم وما ينحاشون منهم او ما يخونونهم، يعني اسطورة طلعوها الحريم عشان يخوفون فيها الريايل مثل اليهال. الاسطورة الثانية المشابهة لاسطورة النداهة هي لالورونا، وتعتبر النسخة الاسبانية للنداهة، وكان هدفها تخويف الاطفال. اشوى الريايل يطلعوا من هالسالفة. يقولون انها كانت تطلع بالليل على النهر بصورة مرة حزينة وتبكي، وبمجرد ما انه يقرب منها الطفل كانت تذبحها وتقط جثتها بالنهر. وعندنا أسطورة عروس البحر اليونانية، واليونان معروفة هي بلد الأساطير، ماكو أسطورة طلعت إلا من اليونان. فيقول لك عروس البحر اليونانية كانت تفتن البحارة، وكانت جميلة وتغني وصوتها وايد حلو، وهي نوعين في الروايات اليونانية، الطيبة والشريرة. الطيبة تاخذك معاها لعالمها وتعيشك بنعيم وتحقق لك كل اللي انت تبيه، أما الشريرة والشيطانية فكانت تخطف البحارة وتقتلهم وتوديهم لبحر الظلمات. وين صاير بحر الظلمات؟ أنا ما أدري، خل الحداقة يقولوا لنا. الحين وصلنا حق الأسطورة اليابانية. طبعا اليابانيين كل شيء أوفر عندهم. الأسطورة اليابانية اسمها كوشيساكي أونا، وهي بنت يابانية عاشت قبل مئات السنين وكانت وايد حلوة، لكنها كانت مغرورة وشيطانة شوي، وهي زوجة حق واحد من محاربين الساموراي، وكان وايد يغار عليها وكان يحس بإهانة بمجرد ما أن أحد يطالعها، ما كان يرضى أي أحد يطالعها. وبيوم من الأيام اكتشف أنها قاعدة تخونه مع واحد أصغر منه وأحلى منه، فهني محارب الساموراي هذا سحب سيفه وشق حلجها من الاذن للاذن، يقول لك فتح حلجها من اذونها لاذونها الثانيه، وصرخ بويها وقال لها يلا ابي الحين واحد من الناس يقول عنك حلوه، يعني شوهها. فيقول لك بعد ما ماتت رجعت على هيئه روح شريره، وتطلع دائما بالليل خصوصا بالوقت اللي يكون فيه ضباب، وتلبس شغله تغطي حلجها ويها مثل الكمام، ويكون بايدها شغله كأنها مقص، وبمجرد ما انها تشوف ريال تساله انا جميله؟ طبعا هي تقول مو انا، فاذا كانت الاجابه لا تقتل على طول وتقطعه، اما اذا كان جوابه اي انت جميله هني تفسخ القناع وتساله مره ثانيه ايش رايك فيني الحين هم حلوه، فاذا كانت اجابته لا تقصها نصين، اما اذا كانت اجابته لغايه الحين اي انت جميله كانت تقص حلجه من الاذن للاذن علشان يصير يشبهها وتقول له يلا كانت الحين صرت جميل مثلي. فيقول لك احسن طريقه علشان تتخلص فيها منها تجاوبها اجابه غير مباشره، يعني انك تقول لها والله نص نص متوسطه الجمال، او انك تقول لها لا جميله ولا قبيحه متوسطه، فهني راح تقدر تتخلص منها. اما الاسطوره الاخيره عندنا عيشه قنديشه، وهي اسطوره مغربيه وتعتبر من اكثر شخصيات الجن شعبية في المغرب، وايد معروفة، يعني يقول لك حتى مجرد انك تنطق اسمها راح تحل عليك اللعنة. الله يستر انا توني قايل اسمها. فيقول لك عيشة هذه وايد جميلة، وكانت تفتن الريايل بجمالها، وكانت تاخذهم لمكانها المهجور وتمارس معاهم الجنس، بعدين تذبحهم وتقطعهم وتاكل لحمهم، وكانت دائما تتغذى على لحوم ضحاياها، لكن كانت تخاف من شيء واحد اللي هو النار، فاذا شبيت نار قدامها راح تنحاش. فيعني شباب المغرب اذا بتتمشون بالليل حطوا كباريت وولاعات بمخباتكم، شبوا نار تنحاش. وبحسب الروايات عيشة قنديشة هذه مرة حقيقية أصلها من الأندلس ومن عائلة نبيلة، لكن عائلتها طردوها، وعاشت في القرن الخامس عشر، وسموها البرتغاليين عيشة قنديشة، يعني الأميرة عيشة. ويقول لك بعد أنها تعاونت مع الجيش المغربي ضد البرتغاليين اللي اقتلوا وشردوا أهلها، وكانت وايد شجاعة وماهرة بالقتال، لدرجة أن البرتغاليين كانوا يقولون عنها أنها هي مو بشر، أن الطريقة اللي كانت تحارب فيها هذه مو طريقة بشر، هذه طريقة جن. وفي واحدة من القصص تقول أن عيشة هذه طلعت حق مجموعة من الريايل، لكن قدروا انهم ينجون منها، كانوا هالريايل يلبسون عمايم ففسخوهم وحطوهم قدامهم وحرقوهم، فهني عيشة انحاشت. وعلى حسب كلام الريايل هذيل اللي شافوها قالوا ان ريولها كانت تشبه ريول الجمل، انا ما ادري شلون جميلة وريولها تشبه ريول الجمل، هذه مو راضي تدش مخي. عموما تبقى هالاساطير هذه موجوده سواء صدقناها او ما صدقناها، وهم راح يظلون الناس يتكلمون فيها دائما. فانا الحين ودي اسالكم، وكل واحد على حسب الدوله اللي هو فيها، عندكم اسطوره تشبه الاساطير هذه؟ اذا عندكم كتبوا لي اياها تحت في الكومنتس. ولهني وصلنا حق نهايه هالفيديو، اتمنى انه عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوني بلايك ودزوا الفيديو حق كل اللي تعرفونه، واذا عندكم اي شيء بخصوص هالموضوع كتبوا لي اياه تحت في التعليقات، واذا عندكم اي موضوع ثاني تبوني اتكلم عنه هم كتبوا لي اياه تحت في التعليقات، ولا تنسون تطلون على المصادر عشان تعرفون على الموضوع اكثر. كان معكم
أخوكم فارس عاشور، يعطيكم الصحة والعافية، مع السلامة.